مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي نتناول فيه سؤال أو نجيب نحاول إجابة فيه على سؤال: ماذا لو قامت حرب، اندلعت حرب الآن، هجم الجيش الإسرائيلي على مصر، هجم الجيش الأمريكي على مصر، هل تستطيع قوات العسكر أن تصمد، أن تنتصر، يعني ستنهزم، ستفر، ستضحي، ماذا سيحدث لها؟ ضيفنا في هذه الحلقة هو شاهد عيان، أحد الذين كانوا مكلفين يعني حماة الوطن. هو كان مجند خاص بمسؤول عن كتيبة، يعني عسكري أمن، مسؤول عن الجانب الأمني في كتيبة في الفرقة الرابعة بالجيش الثالث، اللي هو مسؤول عن قطاع السويس وجنوب سيناء. وهو يعني خريج كلية الحقوق جامعة بني سويف، فهو الأستاذ حسن علي، كان من قوة الجيش الثالث. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا بحضرتك أستاذ صابر، وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم. نعم. متابعونا أستاذ حسن، يعني حضرتك كنت جندي مكلف مهمة أمنية في الجيش الثالث، مظبوط، والفرقة الرابعة اللي هي الاحتياط الاستراتيجي للجيش كله، للجيش الثالث الميداني وللقوات المسلحة المصرية. تمام يا مولانا. طيب السؤال بقى اللي بسأله لحضرتك بداية: إذا قامت حرب مع إسرائيل الآن، هل قوات الجيش أو قوات العسكر تستطيع صد الهجوم؟ ماذا سيحدث؟ والله من خلال ما عشت في فترة سنة بقضيها في القوات المسلحة المصرية كخدمة، أيوة تمام، ما أقدرش أقول لك إن إحنا لو دخلنا حرب مع، مش مع إسرائيل، يعني مع دولة أقل من أقل بكتير. زي مين يعني؟ يعني والله لو اقول لك دوله زي الصومال مثلا، زي اللي هيحصل مش هنكمل ساعات، الجيش المصري مش هنكمل ساعات حضرتك. كتير من الناس وكتير من المشاهدين عارفين ان القوات المسلحه المصريه دلوقتي متجهه اتجاه اقتصادي مش عسكري. أيوة. هي بتركز على المشاريع الاقتصاديه. خلينا في الفتره اللي كنت موجود فيها حضرتك، الفتره ماذا لو قامت الحرب، وحضرتك في الفتره اللي كنت موجود فيها اللي هي من سنتين في عهد الرئيس مرسي؟ يعني رئيس مرسي كان راجل صالح وراجل زي الفل وزي التمام، وقائد على القوات المسلحه وكل حاجه وزي الفل. الفتره دي بقى لو كانت قامت فيها الحرب، مش هقول لك يعني السيسي، سيبك الامور هيتدهور. اول ثلاث ساعات. هو انا طبعا مش هقول لحضرتك، يعني انا مش، ما كنتش قيادي في الجيش. أيوة. تمام. بس اللي كان شاهد على الموضوع ده، اللي احنا كنا في بدايه جيشنا. أيوة. وكنا في مركز المستجدين، نعم، تحديدا في دهشور، وكان أيوة. معمول لنا حفله كده مع قيادات من اللي حاربت في حرب 6 اكتوبر. أيوة. لواءات صاعقه ولواءات مشاه. أيوة. تمام. أيوة. فالمهم كان في وقت مخصص لاسئله العساكر. حلو. تمام. وكان وقتها موجود لواء ارقام. أيوة. حرب متقاعد. أيوة. كان حارب في 73. أيوة. وكان شارك في التصدي لثغره الدفرسوار. أيوة. تمام. الكلام ده حضرتك انا شاهد عليه، يعني انا كنت حاضر وموجود من لواء موجود. أيوة. في الجيش مش من عسكري، يعني لو. أيوة. نقول حضرتك ان في عسكري. أيوة. تمام. ممكن تطلع. أيوة. ناس تتكلم تقول لك هو العسكري هيعرف قدرات الجيش. أيوة. زي القيادات او زي قيادات الجيش او. نعم. زي القوات المسلحه. أيوة. العسكري ما يعرفش حاجه. بس العسكري شايف قدام عينيه، ما انت معاك المعدات، العسكري هو اللي هيحارب بالمعدات اللي معاه. ايوه. خلي قول لي بقى ايه اللي قال لكم اللواء ده. طيب اللي كان فتحوا موضوع الاسئله وقالوا، والناس تسال براحتها بكل صراحه. فقام صديق ليا ساله، قال له يا فندم هو سؤال واحد وعايز حضرتك تجاوبنا عليه. تمام. قال له اتفضل. قال له لو احنا حاربنا اسرائيل النهارده هننتصر ولا هننهزم؟ القائد او اللواء، تمام، رد يعني بسرعه شديده ومصداقيه شديده انا استغربتها. قال له هننهزم، شكرا، اتفضل كده ببساطه شديده. ده كانت في بدايه جيشنا. ده كان في بدايه جيشنا، الافتتاحيه، يعني كان لسه في مراكز المستجدين، لسه ما رحناش على القوات الاساسيه وما شرحش ولا حاجه. لا ما شرحش، هو قال هننهزم وشكرا. وشكرا. اتفضل. تمام. بس هو اللي هو حس ان هو كسر الروح النفسيه عند المجند، عند العساكر. وانتوا خريج الجامعات، يعني ناس متعلمه، معظمنا يعني. كان او يكاد كلنا كنا خريجين جامعات. تمام.
وكانت وقتها كانت بعد ثورة 25 يناير. أنا حضرت الجيش من فترة 1/12/2012 2011 آسف لـ1/12/2012 أيوه تمام. في الفترة دي كانت بعد قيام ثورة 25 يناير تمام. فكان في يعني نقول بصيص من الحرية داخل الجيش بس ليهم هم يراد بيه غرض تاني اتجاهات العساكر جوه القوات المسلحه المصريه. هناتي لهذه النقطه لكن نكمل في مساله لو قامت حرب اللي انت شفته بقى داخل الجيش، وهناتي بعد ذلك للموقف السياسي. والله حضرتك كشاهد انا بتكلم، انا مش قيادي جوه الجيش، انا كنت عسكري حضر بس كشاهد على معدات. ايه بقى اللي شفته يا مولانا؟ على معدات الجيش، على معدات حربيه استخدمناها في مشاريع حرب او في مناورات. دي لا تصلح ان حضرتك تقوم بيها، يعني المناورات نفسها بتلاقي فيها صعوبه. ازاي؟ من استخدام المعدات نفسها متهالكه. ايه اللي لقيته متهالك؟ اذكر لنا نماذج كده مواقف حصلت. معظم المعدات متهالكه من اول البندقيه اللي بيمسكها العسكري لحد المركبه اللي بيركبها العسكري عشان تنقله من مكان لمكان. فحضرتك يعني كمعدات وكمراكب زي ما ذكرت لحضرتك اللي لا تصلح للعسكري ما هو حضرتك اللي مين هيحارب؟ ايوه خلينا بس انا خلينا في الايه، في التسليح نفسه الاول وبعدين نخش على المعسكر. التسليح نفسه ده السؤال اللي اتكرر مننا كجنود داخل مؤسسه عسكريه بتحمي الدوله. ايوه تمام. هو السلاح ده احنا هنحارب بيه؟ قالكم ايه دايما الرد كان بيقول لا طبعا في سلاح غيره. طيب السرداب ده يعني برضه حضرتك الواحد برضه بيستغرب، ما انا داخل بادي خدمه. ايوه انا مش اجير، مش داخل ادي خدمه مقابل اجر. ايوه لا دي خدمه للوطن. ايوه فكان يهمني برضو ان خروج من ثوره وحب البلد لسه واخد لسه مولع في نفسك. واخد مكانته جوه الواحد. أيوة. تمام. عايزين نعرف احنا هل لو دخلنا فعلا مع حرب مع اسرائيل هنكسب؟ طيب كان في البدايه رد اللي هو ده ان احنا مش هنكسب، ان احنا هننهزم. دخلت بقى التطبيق العام في الفتره دي كنا لسه ما دخلناش جوه المؤسسة العسكرية أو جوه الجيش نفسه كعساكر أو كجنود في التسليح وفي المعدات وفي إن إحنا نعرف أكتر يعني. أيوه. دخلنا واتفرجنا على السلاح واستخدام وفك وربط والصيانة. أيوه. وكل ما هو يخص العسكري. أيوه. طيب إحنا بنتعامل مع مجموعة متهالكة. أيوه. من الأسلحة والمعدات. أيوه. بنسأل الطبيعي سؤال لظابط، سؤال لصف ظابط، هل ان المعدات دي والاسلحه دي لو دخلنا بيها حرب هنكسب؟ طب ازاي؟ فهمونا. كان الرد اللي دايما متعارف عليه جوه الجيش حتى من العساكر القديمه او من الصف ظابط او يمكن من ظابط صغير ان في اسلحه تانية لما نحارب هنخبيها دي. طيب تمام، في اسلحه تانية علشان انتوا عساكر. طبعا كان في ناس من الصف ظباط كان معروف دايما الناس اللي خدمت في الجيش عارفه ان بين الصف ظباط وبين العساكر في مشكله يعني. نفسيات يعني كده ما بقاش مرتاحين لبعض. فكان في صف ظباط تقول لنا اصلا لو احنا قمنا بحرب العساكر مش هتشارك. فكان في سؤال ليا مع صف ظابط انا افتكره لحد الان لما سالته ليه العساكر مش هتشارك؟ قال عشان انتوا خاينين. ايه ده السويد؟ خاينين ازاي؟ يعني احنا بقينا خاينين؟ قال لي قال لي العساكر هتخون. فانا سالته قلت له طيب حضرتك ليه قلت كده؟ يعني ليه حكمت علينا ان احنا خاينين؟ تمام؟ قال لي هم العساكر خاينين، معروفين، العساكر ما اتدربتش على سلاح، ما اتدربتش على ان هي تخوض حرب. فالعساكر دي لما هتدخل في حرب هتجري. طيب هو مين المسؤول عن تدريبه؟ والراجل عارف النتيجه و يعني بص يا استاذ صابر حضرتك كان دايما الرد او السؤال والرد على اجابته كان منهم فيهم. يعني هو لو بيسالك او بيجاوبك برضه في نفس الوقت. تمام. طيب هو مين اللي بيدربنا او مين اللي وصلنا للمستوى المنحدر اللي حضرتك حكمت بيه علينا ان احنا خاينين؟ هم مين؟ انا هاجي لك من بره متدرب وجاهز عشان تدخلنا حرب؟ مين المسؤول عن التدريبات؟ مين المسؤول عن تجهيز تسليح المجند علشان يبقى فعلا مجند مقاتل زي ما قيادات الجيش عايزاه ومش هيجري؟
انزه حد في الجيش واكتر حد هيضحي بحياته هو العسكري. ايوه العسكري اللي ما بياخدش اجر. ايوه ولا العسكري اللي بياخد خدمه، هو ده هو العسكري اللي بيقدم خدمه لوطنه. ايوه تمام. طيب انا ساتي لذلك لمساله المجندين كعنصر بشري، لكن خلينا في مساله السلاح. هل حدثت اعطال في مركبات، في المناورات، في التدريب، في يعني حصل في مواقف لو حكينا؟ دايما احكي لنا نماذج يا مولانا. دايما كانت بتحصل. ايه اللي حصل؟ احكي لنا نماذج كده. انا كنت في مره في رمايه قنابل يدويه للساده قيادات ضباط يعني بيشاركوا فيها. ايوه تمام. بطبيعه عملي كنت عسكري امن، طلعت مع صف ضابط. أيوه. انا وزميل لينا. تمام. أيوه. اللي مسؤولين عن التجهيزات صف الضباط. أيوه. انا وزميلي مجرد بنساعد. أيوه. مع صف ضباط واحدى الضباط، والقيادات الكبيره هي اللي بترمي القنابل اليدويه. ايوه تمام. قيادات اللي هم الضباط. القيادات لا، القيادات يعني من بدايه مثلا مقدم عقيد فرائض، هم اللي مؤول ليهم الموضوع ده ان هم بيستخدموا الرمايه القنابل اليدويه. انا ما اعرفش كان ايه سببها. أيوه. اساسا بس ان هو كان تقريبا يعني كان من ضمن المشاريع التنفيذيه للوحدات، يعني انا كان عندي رمايه قنابل فباديها. أيوه. علشان اكتب تقارير ان انا اديتها على الورق واديتها في الحقيقه. ايوه تمام. وبدانا التجهيزات والقنابل اليدويه، انا مع أيوه. يعني لا افقه فيها شيء. نعم. اساسا يعني. أيوه. وكان اول مره اشوفها بصراحه في حياتي. وانت رميت قنابل يدويه في الجيش ولا ما رميتش؟ لا خالص خالص نهائي. وباقي العساكر؟ انا ما حضرتش رمايه قنابل يدويه لحد غير للقيادات. انت لوحدك ولا باقي العساكر ما حضروش؟ يعني انت ممكن ما حضر، لكن باقي العساكر حضروا ولا ما حضروش؟ الله اعلم. بس ما حضرتش او ولا سمعت ان في خلال الفتره اللي انا حضرتها جوه الجيش، خدمتها جوه الجيش، ان في رمايه قنابل يدويه للعساكر. لا يعني هنا بقى المساله خطيره يا مولانا. يعني حضرتك بتقول انك لم تسلم انت شخصيا واي من العساكر الذين انت سمعت منهم وانت عايش يعني كمجند في بينهم. آه تمام. وانت راجل مؤهل جامعي يعني راجل فاهم يعني وراجل متعلم. تمام. لم تسمع ان اي عسكري اصلا اتضرب على استخدام القنابل اليدويه؟ بصراحه لا. بس ما يعني لا سمعت ولا شفت. انما انت بس اتفرجت مره. المره دي اتفرجت بطبيعه شغل جوه الوحده العسكريه. انت مهمتك كامن. كامن. طيب تمام. بدانا نجهز القنابل اليدويه وهيبداوا يرموها. طبعا الناس اللي خدمت في الجيش عارفه الموضوع، تجهيزات في منطقه. ايوه. والرمايه في منطقه على منطقه تانية اللي هي الاهداف بتاعتك. ايوه تمام. فطبيعه القنابل اليدويه لازم يكون في ساتر عالي جدا لانك عشان الشظايا والحاجات دي. تمام. طبعا بدانا الرمايه، فالقائد اللي كان موجود وقتها المسؤول عن الرمايه وفي الفتره دي في الوقت ده يعني نعم ادانا اوامر ان العساكر والساده الصف ضباط والضباط اللي هم موجودين في منطقه التجهيزات وقت ما احنا بندي امر الرمايه تمام الناس دي تاخد دي ساتر تحمي نفسها ايوه. طبعا احنا متجهزين لابسين الخوذ وكل حاجه. ايوه تمام. فبدات الرمايه على هذا الحال تمام. بيرموا، بناخد احنا الساتر. انا وقتها بصراحه كنت الموضوع كان جديد عليا. انا حضرت رمايه يعني حضرت رمايه وضربت بالسلاح اكتر من مره، بس سلاح طلقه بنادق بتطلع قدامك لهدف. أيوه. وانت ورا. أيوه. ويطلع قدامك. انما في قنابل وشظيه ممكن ترجع عليك في اي وقت، فده كان بالنسبه لي شويه حاجه غريبه. فانا كنت باخد الساتر في البدايه يعني كنت بتسرع فاخذ يعني ان انا اخد الساتر بحمي نفسي. ايوه ايوه. فالمقدم كان موجود قال لي يا ابني انت كده مش هتتعلم رمايه. يعني طالما انتوا اتنين عساكر موجودين فالاولى بيكم ان انتوا تتعلموا رمايه. ايوه. فخد الساتر بعد ما انا ارمي مش قبل عشان تشوفني انا برمي ازاي. أيوه. وتتعلم. طيب تمام اوكي ماشي. معانا ضابط. ايوه. معانا ضابط كان ملازم اول موجود خريج كليه حربيه. لا كان معانا ملازم اول وكان معانا برضو رائد موجود. تمام. الموجودين في المنطقه اللي هي بتجهز فيها القنابل. تمام. فالرائد
يعني عنده شغف ان هو يشاهد الموضوع للنهايه. ايوه. ما ياخدش ساعات. ايوه. تمام؟ فطبعا هو رائد داخل القوات المسلحه وانا عسكري وزميلي اللي معايا عسكري. فزميلي هو اللي بدا قال للرائد قال له يا فندم يعني حضرتك خلي بالك لان ايه ممكن شظيه او تصاب او كذا. طبعا معروف داخل القيادات العسكريه وداخل الوحدات العسكريه وداخل القوات المسلحه كلها يعني ما ينفعش عسكري يكلم رائد وهو هو مش بيامره ولا حاجه بينصح بس دي حتى دي يعني صعبه شويه. هاي. فالرائد بصراحه مشكورا ما سمعش الكلام وما الا 5 دقائق بالظبط شظيه جت في عيني صفت عيني تماما. يا ساتر في عين الاثنين؟ في عين واحده كانت تقريبا اليمين على ما اتذكر صفتها تماما. ما انا مش شايف غير دم لازم. ساتر. ففي الوقت ده شايف المنظر مش متمالك اعصابك. طبعا العربيه موجوده على طول. نعم. خدت الرائد وللمفروض المستشفى. نعم. تمام. القائد اللي مسؤول عن الرمايه وقتها كلم قائد الجيش قال له يا فندم حصل كذا 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 ان في ضابط اتصاب في خلال الرمايه. أي. طبعا ده طبيعي. أي. كخسائر بشريه او كخسائر معدات في رمايه او في مناوره ده شيء طبيعي جوه القوات المسلحه. أي. تمام اوكي. بس اللي حصل ان احنا في الوقت ده ولحد ما اتصاب الضابط او الرائد تمام كان في قناه بالإترامت ما ضربتش. نعم. ده شيء طبيعي معروف في الجيش يعني يقول لك القنبله دي كدبت او الطلقه دي مكدبه. دي كتير يعني ولا والله يمكن 4 أو 5 على ما من اتذكر. كم قنبله يعني. احنا رمينا يعني عدد كويس يعني بس كان في منهم 5 ما ضربوش. ده جوه القوات المسلحه معروف. ايوه. ان عادي بيكون من طبيعه الجو كحراره او بروده اثرت على سوء تغذيه اثرت على الماده الفعاله المواد اللي جوه. نعم. فكدبت. تمام. بس طبعا انا لما بشوف كده طيب كدبت مثلا زي ما انتم بتقولوا. ايوه. طب جيش طب طلقات وقلنا ماشي طب قنابل وهنقول ماشي. ايوه. تمام. انا لو في حرب انا ما عنديش مجال ان هي تكذب. ما انا لو انا معايا قنابل انا معايا كام قنبله عشان كام منهم يكذب. انا معايا كام طلقه عشان كام منهم يكذب. هي طلقات اخرى بتكذب. طبعا. قد ايه والله ممكن من كل 10 نقول 3 مثلا. ياه. على حسب ممكن ما يكذبوش كلهم. نصيبك وجيب في الطلقات كويسه مش هتكذب. ممكن نصيبك يجي في 5 6 طلقات كلهم يا ساتر يكذبوا. تمام. طيب والدبابات يا مولانا والمدرعات. الدبابات يعني كهنقول مركبه جوه القوات المسلحه كويسه. ازاي يعني كويسه؟ بتضرب وشغاله تمام وماشي حالها. بس كان انا ادخل مواجهه بيها في حرب انا بصراحه مش شايف ان هي تصلح. ليه؟ ما انا طيب انا الجيش عندي ما بيقوليش انا وصلت المرحلة دي في التسليح. يعني انا كفرد بقى شعبي مش جندي دلوقتي. أيوه. انا كفرد من الشعب عادي. أيوه. انا عايش في مصر ما اعرفش تسليح جيشي شكله ازاي يعني قوتنا شكلها ازاي. انت ما كنتش عارف الكتيبه اللي انتوا فيها مسلحه ازاي؟ انا عارف كل حاجه. انا بتكلم بقى من منظور تاني. انا ما اعرفش قواتنا المسلحه درجه تسليحها ودرجه ليه اعتراضك على الدبابات؟ انا مش فاهم ايه اللي انت شفته. انا يعني اشرح لي ببساطه معلش. ما حضرتك انا لما اشوف دباباتنا واشوف دبابات اسرائيليه واشوف دبابات امريكيه ايه الفرق؟ على التلفزيون. ايه الفرق؟ مش هقول لحضرتك او على اليوتيوب او على النت. ايه الفرق يا مولانا؟ فرق السرعه طبعا. ازاي يعني فرق سرعه الاداء. أيوه. بتاعه المركبات دي. أيوه. تمام. حضرتك بتشوف جوه الدبابه دي امكانيات عاليه جدا. زي كمثلا مدى الهدف. ايه مدى الهدف ده؟ يعني الدبابه دي الدانه بتاعتها بتوصل لمدى قد كده. ايوه. تمام. والدبابه دي بتوصل لمدى ابعد. الدبابه دي بتوصل لمدى اكبر. الدبابه دي بتوصل للمدى ده. أيوة. طيب انت بتشوف على الانترنت او بتشوف على اليوتيوب ان الدول دي اللي هي انت شايف ان هي ممكن تكون عدوه لي بتقول لك انا تسليحي ده. طب انت تسليحك فين؟ انتوا كانت دبابات ناحيه يا مولانا M1 الامريكيه برامز. طيب ومداها كان قد ايه يا مولانا؟ لا والله انا كنت سلاح غير السلاح فبصراحه ما اعرفش. انت كنت سلاح ايه؟ انا كنت مشاه. مشاه. طيب مركبات المشاه كانت عامله ازاي؟ ضايعه. ضايعه ايه؟ ضايعه ايه؟ عربيات. طيب عربيات حضرتك من حرب الخليج.
مرسيدس 91. ايه اللي فيها بقى؟ هي متهالكة. ايه المتهالك يعني؟ يعني عربية نفسها متهالكة. عربية شوف حضرتك عدى عليها كام، اكتر من 25 سنة نقول. ايه اللي حصل قدامك خلاك تقول انها متهالكة؟ انا مثلا لو انا رايح من مكان لمكان راكب عربية. أيوة. تمام. عربية بتاخد بتتحمل. أيوة. كأكل ولا جنود ولا عساكر. أيوة. الطبيعي ان انا اخد المسافة دي في ساعة. أيوة. في ساعتين، ساعتين ونص. طيب حضرتك لما يبقى في حرب وانت المفروض هتنقلنا على مركبات، هي دي المركبات اللي هتنقلنا؟ هي بتحصل ولا حاجه؟ طبعا حصل قدامك حاجات زي كده؟ بتحصل طبيعي جدا ان هي حصل. ايه؟ بتقف تعطل هي لوحدها، الموتور مثلا سخن وقفت. الطبيعي فندم حضرتك عربيه عدت عليها 25 سنه. طب الضباط يا مولانا يعني مدركين لهذه الاوضاع الخطيره؟ طبعا. ايه اللي قالوه قدامكم او التصرفات اللي بدرت منهم خلاك تقول ايوه مدركين؟ بس يا فندم القوات المسلحه المصريه كضباط. أيوة. قيادات ضباط. أيوة. صغيرين في انقسام. مش انقسام. أيوة. انقسام اللي هو يعني. نعم. يعني انقسام بالمعنى لا، يعني صغار الضباط في وادي شويه والقيادات في وادي ثاني. ازاي يعني صغار الضباط ممكن يكون زيه زي العسكري، فاهم ان احنا جيش على ما توفر يعني. ايوه. بنادي خدمه وانا حلو وانا لابس الاوفرول اللي عليه النجمتين وبطلع وعيش حياتي. وعكس البنات وباخد الفلوس مرتبه بالظبط راح جه بالظبط دي بقضيها كده. تمام. وقت الحرب الله اعلم انا ما هعمل ايه في وقت الحرب. تمام. يعني هو ضابط برضه صغير بيجي. أيوة. لما بيجي لك الوحده طالع من الكليه الحربيه. أيوة. هتلاقي الضابط الكبير يقول لك ده مش عارف حاجه لان هو لسه طالع طازه. أيوة. هيدخل جوه الجيش يتفرم. أيوة. يعني زيه زيك. ولا بيخش جوه الجيش بيتفرم ولا ما بيتفرمش؟ بيتفرم طبعا. بيتفرم يعني بيتفرم تدريبات بيتفرم كذا بيتفرم الحاجات دي كلها. تدريبات يبقى مؤهل يعني مؤهل تأهيل عالي يعني. مؤهل تأهيل عالي بس انا مؤهل بدنيا تأهيل عالي. ماشي. معاك في انت اهلتني بدنيا كويس جدا. تمام. واهلتني نفسيا كويس جدا. حلو. بس اديتني سلاح واديتني معده اروح او يعني تديني سلاح تديني سلاح استخدمه عشان احارب. سلاحك ضايع. سلاحك مش قد كده. تمام. هحارب ازاي يعني؟ هنتصر ازاي؟ طب بس حسن انت كمشاه مفروض ان بتبقى عندكم دبابات في كتيب المشاه. مظبوط. اتعاملتوا معاها ايه اللي لقيتوه يا مولانا؟ والله يا صابر حضرتك المركبات اللي احنا بنستخدمها كدبابات. أيوه. دي من سلاح المدرعه. ماشي. ما هي مش جايه منين؟ انتوا لما اتعاملتوا معاها لقيتوا ايه؟ بيكون داخل مناوره. أيوه. طبعا دول بيكونوا معانا. حلو. تمام. كمناوره او كفي حرب رسميه هيكونوا موجودين حوالينا. تمام. تمام. بس انا لما بشوف مدرعه مثلا او بشوف مثلا دبابه ادائها نفسه يعني كواحد طبيعي جدا. أيوه. مش عسكري. أيوة. واشوف اداء ده انا اداء يعني انا ما بشوف البديل من الدول اللي حواليا. أيوة. تمام. البديل اللي عندهم عالي جدا في الاداء بس انا مش شايف غير ده بس اللي عندنا. أيوة. طيب انتوا زمان او في الاول كنتوا بتقولوا لنا ان احنا لما نحارب مش هنحارب بالاجهزه دي ولا بالاسلحه دي. طيب حضرتك نفس السلاح لو هو نفس السلاح يبقى برضه هننهزه لان السلاح ده اداؤه نفسه مش عالي. قدام مقارنه بالاسلحه تانية المتقدمه ولو هتدينا المتقدم انا ما اتدربتش عليه مش عارف استخدمه. احنا عايشين وبات في البنزين. طيب بص يا استاذ صابر حضرتك الجيش القوات المسلحه ملخص السنه كتسليحيا. تمام. اللي انا عشته جوه الجيش. تمام. احنا تسليحيا ضايعين. ضايعين. سبق وقلت لحضرتك ان احنا لو انتوا هتدونا سلاح غيره نضيف او جديد. تمام. مقارنه بالعدو او بسلاح العدو ده هيكون طبعا يعني ما فيش وجه مقارنه اصلا. تمام. انت بتستخدم سلاح من زمن فات والناس كلها بتتطور. طيب اخر سؤال بقى عشان ما اسالكش في الموقف في الشق ده تاني. لو ان الرئيس محمد مرسي لو الحرب اندلعت سيبك ان السيسي خاين واللي موجودين دول حالا خونه وكده يعني. تمام. لو ان الرئيس محمد مرسي هو الذي كان رئيسا لمصر وكما كان يعني رئيسا لمصر الحرب اندلعت وقت ما الرئيس محمد مرسي كان رئيسا لمصر وكان وزير الدفاع واحد مخلص ومحترم من الاخوان المسلمين او راجل عارف ربنا يعني مش خاين ولا حاجه ومعهم نفس السلاح كانوا سيهزمون ام سينتصرون؟ هننهزم برضه
هو انا ما عنديش مشكله في يعني هو الجيش بغض النظر عن عنصر بشري خاين كويس متدرب مش متدرب، انا ما فيش عنصر بشري، مش هختلف على العنصر البشري مع حضرتك. يعني انا مش هختلف، مثلا مسكني مثلا الدكتور محمد مرسي كان موجود في الرئاسه مسك او كان السيسي ولا شارون ولا غيره، تمام، لا لا انا ده هيمسك سلاح ويحارب. أيوة. ولا ده هيمسك سلاح ويحارب. صح صح، هو القوات المسلحه المصريه هي المسؤوله عن دخول الحرب. أيوة. باسلحتها ومعداتها المتهالكه ايا كان مين قائدها، خاين مسلم راجل مخلص مش مخلص، خلاص الموضوع منتهي. نعم الموضوع منتهي في الحته دي. ايوه، وزي ما قلت لحضرتك عندك سلاح نفسه بس جديد، تمام، مش هيجزي معايا. عندك سلاح متطور انا مش عارف استخدمه. يا عم انا يا عم حسن، اذا انتقلنا للمساله الاخرى بقى، الشق الثاني اللي هو العنصر البشري بقى، الضباط والعساكر من ناحيه الكفاءه العسكريه، الضباط كانوا بيقولوا ايه لما انت بنقول لما هنخش الحرب يا فندم هنتهزم، الضباط نفسيتهم بتقول ايه بيعملوا ايه؟ يعني انت مفروض انت راجل حالا وانت كنت في الجيش الثالث، يعني لو قامت حرب كنت هتبقوا قريبين من الحرب او مشاركين فيها. لو انا من خلال يعني خدمتي ايوه داخل المؤسسه العسكريه سنه، تمام، في حاجة يمكن من اللي لاحظتها، أيوة. الضابط والصف ضابط، أيوة. دول المتعينين جوه الجيش، أيوة. يعني دول اللي هم يعتبر موظفين، تمام، في شق كبير جدا، تمام، واخد القوات المسلحة كوظيفة حكومية ليس أكتر ولا أكل عيش، يعني أكل عيش من الآخر. وده في الصف ضباط، يمكن هتلاقيها في الصف ضباط كتير جدا، هو راجل موظف حكومي في القوات المسلحة في هيئة النقل، هو ما تكرر ما فيش مواجه مقارنة غير الامتيازات اللي هو بياخدها كعامل في المؤسسة العسكرية. يعني ضابط الجيش زيه زي سواق الاتوبيس بره مثلا، دول لا انا بتكلم عن ايه صف ضباط. ايوه يعني انا بتكلم عن ايه صف ضباط الاول. ضباط في منهم كتير كده، نعم، في منهم ضابط دخل عشان والده كان ضابط، تمام، فدخل ودخل الجيش بيخدم فيه، تمام، وفي اخر الشهر بيتقاضى مرتب، ايوه، وعايش حياته، تمام، هو ليه مميزات كتير، ما انا واحد من الناس. طب كفاءة الضباط يا استاذ حسن جيدة ولا تعبانة ولا حلوة ولا سيئة ولا ايه الوضع؟ والله كفاءة الضباط يا الصابر برضه هقولها لحضرتك، مع عدم وجود سلاح عالي الاداء، مش انا مش شايف ان كفاءه ايه اللي حصل قدامك تقول ان كفاءتهم غير النقطه ان استنتاج طلب ان هم لم يتدربوا. كفاءه الضباط كتدريبات ايه اللي شفته قدامنا نماذج يعني؟ ما انا يا فندم هقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي لما اخد مجموعه من الضباط وادربهم تدريبات معينه هوصل بكفاءتهم للدرجه اللي انا عايزها، انا دي ما عنديش عندها خلاف. لا لا، الوضع اللي انت شفته الوضع القائم يعني. والله الوضع القائم في ضباط كتير كفاءتها عاليه جدا، نعم، تمام، وفي ضباط يعني يكاد تكون اصلا دايما السؤال اللي بيتردد في ذهنك وقتها لما بتشوفه هو دخل ازاي الكليه الحربيه. يعني هو دخل ازاي الكليه الحربيه. طيب السؤال بطريقه اخرى يا عم حسن، هؤلاء الضباط بغض النظر عن كفاءته اذا قابلوا الجيش الاسرائيلي، حصل مواجهه مع الجيش الاسرائيلي وسلاحهم بالوضع الموجود ده، ممكن يكون سلاحهم ضعيف لكن شجعان، يعني ممكن يكون سلاحهم متطور لكن جبان، هل سيثبتون امام الجيش الاسرائيلي او الجيش الامريكي ولا سيهربون؟ سيثبتون ام يهربون؟ كروح قتالية، أيوة، او كاداء قتالي، أيوة، تمام، ممكن اقول لحضرتك هيثبتوا لفتره معينه، ايوه، بس اللي بيساعد حضرتك او اللي بيخدم لروحك القتاليه دي السلاح. طب انت ما عندكش سلاح، تمام، هتلاقي مجموعه اللي هم فعلا بيخدموا البلد وخايفين على البلد هيموت، هيقول لك خلاص انا هدخل في الموت، انا هستشهد، انا بحارب، انا بدافع عن ارض، وفي مجموعه ثانيه هتهرب. طيب استاذ حسن، ننتقل الى يعني النهارده السيسي عميد اليهود علنا طبعا، يعني الراجل جاسوس برخصه يعني، مظبوط، فيعني اين بقى الضباط وطنيه الضباط وحب الوطن، وانت النهارده قاعدين اسرائيل عدو مصر واسرائيل احتلت مصر واسرائيل قتلت الضباط زمايلكم وقتلت العسكر زمايلكم، وراجل اسرائيل حالا بيحكمكم وقائدكم بتقولوا لنا تمام يا فندم واحنا في الزاويه وحاطين صوره على صفحتهم في الفيسبوك، ايه الموضوع يا مولانا؟ اول حاجه قلتها لحضرتك حب الوطن، فين حبهم للوطن؟ ايه بحبوش الوطن، هو ده في منظورهم ومن خلال تفكيرهم حب الوطن، هم بيحبوا الوطن ما بيحبوش الوطن. ما هو انا لما شايف ان السيسي كرئيس بيحمي بلدي وبيأمنها، ايوه، تمام، هو كده انا بقى انا كده بحب الوطن وبدافع عنه، ايوه، تمام،
ناهيك ان موجود كتير جدا من ضباط شايفه ان الوضع اصلا ما يتسكتش عليه بس ما تقدرش تعمل حاجه. ايوه تمام، لان هو لو اتكلم هيخسر وظيفته وفي نفس الوقت هيدخل السجن العسكري. ايوه تمام، وطبعا ده هيبقى بالنسبه له حياته اتدمرت واهله كمان راح في رجليه. نعم تمام، فما بيقدرش يتكلم، لو ساكت بيقول لك ايه؟ نعم خلاص انا مش عاجبني طيب. الحال، بس بينه وبين نفسه ما هو ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقف. وفي نفس الوقت القوات المسلحه لو عند حضرتك مثلا نقول 4000 ضابط مثلا، القوات المسلحه المصريه تعدادها مثلا 4000 ضابط، منهم 3000 ضابط راضيين على موقف السيسي و1000 غضبانين او معارضين، ال1000 مش موجودين طبعا مع بعض تمام، وال1000 ما يقدروش يتجمعوا مع بعض. أيوه. يعني ممكن تلاقي في الوحده دي واحد، في الوحده اللي في السويس واحد، مشتتين. فلو وصلتهم طبعا كنترول المخابرات الحربيه والتحريات والحاجات دي كلها داخل المؤسسه العسكريه عامله كنترول عالي على الموضوع ده. انت كنت شغال بقى مولانا عسكري امن، كنت بتعمل ايه يا عم حسن؟ انا كاخي كالمفروض عسكري امن كان بيدخل الجيش. أيوه. معروف ان هو بيشتغل اكتر شيء على العساكر، يعني عسكري معاه تليفون، عسكري نايم في خدمه، كل ده بتتعلق وعندك تقرير بتكتبه تمام. والضباط مالكوش علاقه بيهم؟ الضباط كان في حاجات اسمها تقارير شهريه. مين اللي بيكتبها؟ اللي بيكتبها والمسؤول عنها يا الصف ضابط. أيوه. يا الضابط. نعم. بس طبعا عشان الروتينيات تمام. فمعظم التقارير الشهريه اللي كانت بتتكتب خلاص الشهر ده هو الشهر ده هو الشهر ده، فعادي الضابط بيوكل الصف ضابط بيقول له بكتب التقرير الشهري عن الضابط ده. طبعا انا في الفتره دي لما دخلت فشفت التقرير الشهري، فانا بصراحه استغربت ايه التقرير الشهري. يعني انا دخلت كان الامن هم قالوا لي تعالى احنا اخترناك في الامن تمام، واصحابي انا لسه اخي الجديد قالوا لي والله الامن كويس يعني هيبقى ليك سلطه شويه، فاوكي طيب تمام ماشي. نعم تمام. فلما دخلت بقى جوه في الموضوع نفسه ودخلنا والايام مرت بينا، ففي حاجات كتير كنت بكتشفها. ايه بقى؟ مثل زي التقارير الشهريه دي اللي بتتكتب في ضابط او صف ضابط او عسكري كمان. ايوه تمام. بس فانا من طبيعتي عسكري موجود وعندي طبعا فضول اكتر اعرف ايه بقى اللي طلعت عليه. فانا بسال، لا انا في حاجات كتير ما كنتش ما كانش ينفع اطلع عليها تمام. أيوه. بس لما كنت بسال هو ليه تقرير شهر معمول لضابط؟ ايوه يعني ليه انا ليه حضرتك بتكتب تقرير شهر في ضابط؟ طيب تمام. بيقول لي والله الضابط ده كان حصلت معاه مشكله ما ده. قول لي نماذج من اللي انت عرفته كده. يعني كان في ضابط من اللي نزلوا 18 ابريل في الثوره وعده ضباط من اللي هم اتمسكوا هناك. ايوه تمام. أي. في ضباط كانت مشاركه ونزلت التحرير، وفي ضباط ايوه ما نزلتش بس كانت على علم. يعني كان تاخده كمحرضين. ايوه او مشاركين في الموضوع لم يبلغوا. تمام. طبعا ده داخل الوحده العسكريه وداخل القياده العسكريه ده اكبر غلط. نعم تمام. ومحاكمات عسكريه ومحاكمات طبعا الضباط دي سواء مذنبين او مش مذنبين اتحقق معاهم ادانوا او ما ادانوش. ايوه تمام. لو هم ما ادانوش وموجودين لسه في المؤسسه العسكريه. ايوه يعني ما دخلش سجن. أيوه. ما خدش خروج من القوات المسلحه. بيكمل عادي بطبيعته، بس بيتعمل له التقرير الشهري ده لمتابعته، لمتابعه توجهاته. ايوه تمام. لمتابعه توجهاته. طيب يا عم حسن، حالا بالنسبه بقى نيجي لايه لما يتعرض له المجندون من ظلم وضرب واهانات داخل الوحدات من قبل ضباط العسكر، هنحكي لنا كده المعامله البشريه من يوم المعسكر التدريب 45 يوم حتى النهايه. يا عم حسن والله هو في البدايه هم بيتبعوا اسلوب ايه اللي حصل؟ احكي لنا يعني السياسه قلنا الحكايه وبعدين الفلسفه. مفيش. ايه بقى؟ هو بقى خارج عن الفلسفه. هو لو عايز يضربك في انت ده لما دخلت ايه اللي حصل؟ ايه اللي شفته؟ بيقول لك الضرب، انت فاهم؟ ضرب. مفيش ضرب في الميل. أيوة. مفيش ضرب في الميل. حلو. بس بالطريقه زي ما بيقولوا تمام، بيعلمك الادب. او لو عايز ايوه يعني لو عايز يجازيك. أيوة. تمام، يجازيك جسمانيا بيعلمك الادب. ما الذي حدث؟ بس بصراحه كان في مواقف كتير حصلت فيها ضرب يعني تمام. كان يعني في كان في عسكري اخطا في سلاح تمام، وخرجت من السلاح طلقه. ايوه تمام بالغلط. ايوه الطلقه ما صابتش حد الحمد لله، بس خرجت من الغلط وقت ما كانش فيه اي حاجه. يعني كانت العساكر في فتره راحه وسلاحهم موجود معاهم، لان كان بعدها هنكمل. نعم. ففي عسكري خرجت من سلاحه طلقه. حلو الحمد لله ما صابتش حد،
بس دي بالخطأ كان ممكن تصيب، فهتبقى مشكله كبيره، ممكن تقتل. نعم. فالضابط القائد بتاعه جاب العسكري وقال له احنا نمشي الموضوع ميري كورق، وممكن تتحاكم في الموضوع ولا تتضرب. فطبيعي جدا العسكري هيختار انه يضرب، مختار انه يضرب. ضربوا ايه بقى؟ ضربوا بحزام. طيب السؤال برضو، لما دخلت بقى 45 يوم ايه اللي شفته؟ لا، فترة المستجدين عشان كانت حالة البلد بعد خروجها من الثورة كانت ضايعة شوية أمنيا، فما كانتش 45 يوم، كانت 15 يوم. إيه اللي حصل فيهم هنا؟ 15 يوم إحنا خدنا كتدريب كف سلاحنا المشاة، تمام؟ بتاخد فترة رماية، تدريب على الرماية مرة أو اتنين، واللي هي العروض العسكرية. أيوة. تمام، وخلاص وخلصنا الموضوع. كان في شتيمة بالأب أو الأم حاجة زي كده فترة التدريب؟ والله ما بفتكرش بصراحة حصل موقف ان في صف ضابط او ضابط شتم حد بالام او بالاب، غير يعني حاجات بسيطة جدا. كنت يعني فترة الثورة، ثورة 25 يناير، بعد فترة الثورة. عارف حضرتك اللي هو بيوصلك لحتة معينة اللي هو ايه، انت غلطت غلط، فانا لما هشتمك او اضربك انت هتكون موافق عن ان انا لو احكمك. العسكري عنده خوف شديد من ان الملف بتاعه يتفتح يتحط فيه غياب او يتحط فيه محاكمه. أيوة. تمام. طبعا انت من وقت ما دخلته كسرت نفسه بحفله استقبال المستجدين. ايه حفله استقبال المستجدين؟ حفله استقبال المستجدين بيعملها الساده صغار الضباط في القوات المسلحه. أيوة. العساكر اللي لسه جايه الوحده بتاعته. ايوه. ما فيهاش حاجه خارج عن الميري زي ما هم بيقولوا. ايه الميري بتاعهم بقى؟ بيقولوا ايه الميري؟ ان انت بتزحف وترقد يعني انا دخلت النهارده حفله المستجدين وايه بيعملوا ايه بقى؟ هاي بداية هتوقف طوابير. أيوة. تمام، هيدي لك اوامر. زحف ورق. أيوة. تمام، ترقد وتزحف حاجات كده في الميري، فضربه تدريبيه يعني. لو فيها ضرب ولا ما فيهاش ضرب؟ حفله لا ما فيهاش ضرب. ما فيهاش ضرب، بس هي ما فيهاش لا ضرب ولا فيها شتيمه. نعم. تمام، الضرب اللي هو ايه يعني، انا مش يعني وقتها حصل ان كان في عسكري قال لك لا انا مش انا ممتنع عن تنفيذ الامر. تمام. انا ممتنع. عملوا فيه ايه؟ ممكن يشدوا. تمام. يشدوا يزيحوا كده. تمام، فالعسكري بيبدا يقول له والله يا فندم الضرب مش في الميري، يعني الضرب مش ميري. ايوه. تمام، يقول له خلاص ده الميري نفذ. طيب ما هو الموقف من الثوره يعني؟ كان الضباط بيقولوا ايه؟ لا دخلت بقى فتره الثوره بعد 25 يناير، فتره اسمه من بدايه يعني الفتره كان الحكم العسكري فيها مذبذب، كان يعني فتره الحكم العسكري. ده اللي انا يعني عرفته في وقت ايه بقى اللي انت شفته؟ تمام، ان معظم القوات المسلحه كضباط وصف ضباط. أيوة. كانوا ضد الثوره وضد 25 يناير، كانوا يقولوا الا من رحم ربي يعني. هو اول ما دخلنا وراح حفظ استقبال المستجدين وتعالوا، تمام، انتوا بتوع ثوره يناير، كل ما نروح من منطقه لمنطقه انتوا بتوع ثوره يناير الضباط، الساده الضباط. طيب انا يا فندم عايز اسال سؤال، اتفضل، هو حضرتك شايف ان ثوره يناير دي غلط؟ اتسال دي؟ اتسال. انا اللي بسال. انت سالته؟ انا اللي بسال. انا اللي بسال، واصحاب كتير وزمايل كتير سالت نفس السؤال قالوا كل مكان غلط. اكبر غلط. ليه؟ انت اثرت على الامن داخل البلد وعملت بلبله في حاجات كتير، طبعا الداخليه راحت غابت والسجون الناس هربت وي 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 وي, وي بيعدلك ده كله. طيب تعالى يا فندم نقعد كده بعيدا عن ان انت ضابط في القوات المسلحه وبعيدا عن ان انا عسكري. أيوه. ونتكلم. تمام، حضرتك مين اللي مسؤول عن الامن؟ انا ولا انت؟ ايوه هو القوات المسلحه. ايوه. تمام، لما تيجي تقول لي ان حماس اخترقت حدودك ودخلت لحد السجون علشان تهرب الناس من السجون، يبقى معلش يبقى انت مش جيش اللي حضرتك كنت بتسالني عليه في البدايه، هل هو قادر؟ ما هو ده انا برضو ايه سالته له، قلت له حضرتك مش قادر تحمي حدود من جماعه. حد سالهم كده فعلا؟ انا حضرتك كنت قاعد، انت سالته في قوات مسلحه مصريه، بس كنا بنتكلم. أيوة. بيننا وبينه كاصدقاء. وديا يعني، وديا بشكل ودي. بقول لكم حماس دخلت الحدود، ثم انت كنت بتعمل ايه؟ هو انا بساله بقول له طب يا فندم، تمام، تعالى نتناقش واحده واحده. أيوة. انت ضد الثوره وانا مع الثوره، وانا ضد وانت مع، لا خلينا نتناقش كناس نقول. أيوة. شويه حضرتك انت شايف ان انا فاهم او انت فاهم، تعالى نتناقش. ايوه صح. طيب تمام، حضرتك بتقول ان احنا لما عملنا الثوره بهدلنا البلد اقتصاديا وامنيا وي 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 وي. طيب
حضرتك ايه اللي حصل في الثوره؟ السجون اتفتحت، مين اللي فتح السجون؟ هو الرد بتاعه حماس. ايوه طبعا انا كنت قاصد ان هو اللي جاوب عشان يبقى مسؤول على اجابته. ايوه تمام. مين حضرتك اللي خرج الناس من السجون؟ حماس. طيب حماس دي، حماس دي انت شايفها ايه؟ جماعه، مش دوله، مش جيش، صح؟ مش جيش، جماعه. شايفها جماعه ارهابيه، ارهابيين وحشين، ماشي اوكي مع حضرتك جماعه، ولا هو العدو يعني هيكون يامر؟ طيب جماعه ارهابيه حضرتك تخترق حدودك وتدخل لحد السجون جوه بلدك وانت وتخترقها وتفتح السجونها وتهرب الناس، حضرتك فين؟ قال لك ايه بقى؟ قال لي هو احنا بنحمي الثوره يا ابني، احنا كنا في الشارع. الله، في الشارع ازاي؟ لا حضرتك وقتها ما كنتش في الشارع. ايوه وقتها كنت في الشارع، وقتها طيب وقتها كنت في الشارع، نزلت كام الشارع وحده من القوات المسلحه تحمي الشارع؟ ايوه كام فرقه؟ فرقه اثنين ثلاثه بس، باقي الفرقه بتاعتك معلش جبتهم من على الحدود عشان يحموا الشارع؟ نعم. وسبت حدودك مفتوحه؟ نعم. وحدودك اللي هي مع مين؟ مع اسرائيل اللي هي عدو؟ نعم. طب انت ما عندكش مشكله مع اسرائيل، اسرائيل بينك وبينها معاهده سلام مش هتخترق، اختار كده. طيب انت ما قدرتش تحميه؟ استاذ حسن يعني انا هستاذن حضرتك بس الوقت طال بنا، هنخصص حلقه اخرى للتعامل مع القوات الامريكيه الموجوده في سيناء والفرقه الرابعه. انت حضرتك الفرقه الرابعه اللي هي احتياطي الجيش نفسه. فنستحق نخصص لها حلقة أخرى بإذن الله إن شاء الله ممكن؟ إن شاء الله يا فندم. بإذن الله إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن علي. شكرا. يعني ربنا يبارك فيك. سعيد. كنت لسه عايز أسألك عن خير أجناد الأرض كمان، كانوا بيقولوا خير أجناد الأرض ديت. كلام كله شعارات يعني بنضحك بيها على نفسنا يعني. نعم. هنخصص حلقة أخرى بإذن الله إن شاء الله لذلك. إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن علي يعني المجند في السابق في القوات الجيش المصري في فتره الثوره، وكنت حق مسؤول عن الامن الناحيه الامنيه في الكتيبه. نشكرك شكرا جزيلا يا فندم. كما نشكركم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، وانتظرونا باذن الله ان شاء الله في حلقه اخرى مع الاستاذ حسن نروي فيها باقي شهادته حول ما اوضحناه حول تعاملهم مع القوات الامريكيه وشهادته على صدق صبحي وزير دفاع العسكر حاليا كان في ذلك الوقت قائدا لقوات العسكر. فانتظرونا مشاهدينا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.